الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على نهجه واتبع ملته الى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام أحييكم اليوم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن في هذه الأيام المباركات لا بد أن نسعى لحصد كل خير ما أمكن ذلك ونحاول أن نتعامل بالدرر التي تجلب لنا النفع الكبير والخير الكثير بالجهد القليل فهناك أفعال لا تحتاج إلى تعب في تحصيلها مع أن فيها فائدة عظيمة ومن هذه الأعمال تحية أهل الجنة السلام عليكم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيه تجلب المحبه بين الناس وتزرع الموده في قلوبهم وتقوي اواصر الاخوه في المجتمع ومع ذلك هي الطريق الامن الموصل الى الجنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم كما ان السلام هو اسم من اسماء الله الحسنى فاكثروا منه ايها الصائمون ايها القائمون ايها القانتون واعلموا ان ابيكم ادم عليه السلام هو اول من قال السلام عليكم وجعلها تحيه لأبنائه وذريته من بعده لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة وكانوا جلوسا فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فسلم عليهم السلام عليكم فردت الملائكة وعليك السلام ورحمة الله وهي أيضا تحية الصلاة بعد أن ينتهي المسلم من صلاته يسلم عن يمينه وعن شماله وهذه إشارات عظيمة لبيان فضل هذه العبادة فتعامل أخي المسلم مع السلام على أنه عبادة لا على أنه وسيلة للتواصل فحسب والفرق بينهما جوهري ولاهمية هذه العبادة ورد ذكرها في آيات كثيرة قال تعالى عن اهل الجنه وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام وفيها اشاره عظيمه على نعمه الاسلام وقال تعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بل ان الله امرنا بالسلام على البيوت التي ندخلها، فقال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فيسلم المسلم بذلك على أهله أو على عباد الله الصالحين إذا كان البيت خاليا، ومن العلماء من أوجب السلام على أهل البيت، يعني عندما تدخل بيتك وتجد زوجتك فسلم عليها معتبرا ذلك عبادة لله تعالى، بل إن من حقوق المسلمين فيما بينهم هو القاء السلام لقوله صلوات ربي وسلامه عليه حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه وفي وصيه اخرى حين سئل رسول الله اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست ومنها افشاء السلام ولاهميتها ايضا امرنا الله جل وعلا برد التحيه على من القاها علينا، وجعلها العلماء من فروض الكفايه، قال تعالى: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، ان الله كان على كل شيء حسيبا، وايضا اعتبرت الشريعه ان رد السلام من حق الطريق، اياكم والجلوس على الطرقات فان ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام ومن المعاني المتضمنه في التحيه انه دعاء بالسلامه وصون دماء المسلمين فيما بينهم لذا فالسلام عليكم دعوه بكل الخير والامن والسلام لكل من رد عليه السلام وليس اجمل من ان تكون هذه التحيه تحية من السماء فاحرص على ادائها اخي المسلم مع اظهار السرور والبشاشه في الوجه لما في ذلك من اثر حسن في غرس المحبه والموده بين المجتمع تقبل الله صيامكم وقيامكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته